كل إنسان سوي يتطلع إلى التكامل في الأخلاق وتحصيل السمعة الطيبة ونيل المكانة المرموقة بين الناس، فهذه حاجة نفسية أصيلة في كل فرد. طريق المجد والأهداف السامية لا ينال إلا بتخطي المصاعب. من أهم الأمور لكل إنسان عامل أن يخطط ويوزع أعماله، فإن للتخطيط أهمية كبرى في النجاح والوصول إلى الهدف. والتخطيط لابد وأن يسبقه التفكير الناضج.